تحديدا مع المصري أحمد المرغي، وبالتالي أمر إلى الكابتن مالك اليهري لمواصلة التعليق. تفضل. معنا اللاعب المصري أحمد المراغي، أداء الجملة. اللاعب حصل على المركز الثامن في التصفيات بدرجة 13.533. نتمنى أنه يأخذ درجة أفضل. حركة جيدة. طبعا الطيران في جهاز الأغلة لازم اللاعب يكون مركز 100%، لأن إذا راح متر وراء أو نص متر ممكن راح يفقد السيطرة وراح يسقط على الأرض، وبالتالي الخصم يكون درجة كاملة من قبل الحكم. أداء الجملة بشكل جيد للاعب المصري أحمد المراغي. إيجوري لو يحسب الخصومات 13.966، درجة أفضل من التصفيات. نقول مبروك حق اللاعب المصري أحمد. شيء ممتاز جدا، شيء حسن حق اللاعب أحمد. نعم، على كل نتابع هذا الجمبازي إذن المصري، وأترك لك الكلمة. أولا هذا الكرواتي عفوا، للتصحيح الكرواتي تين سيربيتش. صحيح، اللاعب الكرواتي تين سيربيتش كان حاصل على المركز الثالث في التصفيات بدرجة 14.00. أداء اللاعب لحد الآن أداء جيد. طبعا الأغلى من الأجهزة اللي فيها طيران كثير والاحتمالية السقوط تكون أكبر. يد اللاعب الجملة بشكل ممتاز، اللاعب الكرواتي تين سيربيتش. وربما سؤال يطرح أيضا في هذا الاختصاص من الرياضة، اللاعب الياباني كاموتو يايا حاصل على المركز الثاني. طبعا اللاعب الياباني عنده فرصة انه ياخذ المركز الاول بعد سقوط اللاعب روبرت. اللاعب درجته كانت 14.1، حصل على المركز الثاني في التصفيات. راح نشوف مع بعض شلون يؤدي الجملة. طبعا اللاعب لما يعمل الحركة الأولى وبعدها طيران يكون في كونكشن، يعني يكون عنده زيادة في الحركة 0.1 أو 0.2 على حسب صعوبة الحركة. هذا اللاعب ممتاز، اللاعب الياباني. اليابانيين متميزين على جهاز العقلة وعلى جهاز المتوازي بشكل عام. أتوقع راح ياخذ المركز الأول. المركز الأول 14.333، درجة بسيطة جدا جدا جدا. اللاعب الكرواتي كان حصل على 14.3.